بسيف انخطفض، جيفارا طلع حكى، ابن سوريا حكى، جواني حكى على ابن سوريا، برهوم مدري حكى على ام سيف. صارت حرب تشرين او مدري حرب العالمية الثالثة بس على اليوتيوب. المرة صارت حرب العالمية الثالثة بالعالم بتصير هي مثلا بالواقع، المرة صارت باليوتيوب، لا حرب العالمية الثالثة بين السوريين. يعني انتو لاحظوا كل السوريين، يعني تمنيت بس كلياتهم يحكوا على واحد مثلا يكون مو سوري يكون غير دولة. بطل هيك يا زلمة، كل السوريين ببعضهم. ابن سوريا طلع حكى عن سيف، جيفارا نط رد له اياها بطريقة غير مباشرة، جواني طلع حكى على ابن سوريا، ابن سوريا كان حاكي على جواني، حاكي على نور مار. صار الموضوع خربيطة، كل مين عم بقول انا الراس كبير وانتو كلكن ولا شيء. صراحة صار التكبر زيادة عن اللزوم، يعني انا ضد التكبر لهي الدرجة. كل واحد بقول انا، كل واحد بقول انا، هذا بيحكي عن هذا، هذا بحكي عن هذا، هذا كيف طلع، هذا عنده محتوى، هذا ما عنده محتوى اصلا، هذا شلون طلع، هذا شلون طلع. ولا هو صراحة كلياتهم طالعين نفس بعض وكلياتهم محتواهم نفس بعض. فممكن يكون ابن سوريا ممكن عنده شوية احتراف، بس نفس الوقت جيبار وام سيف كان محتواهم قبل ابن سوريا. يعني واحد يكون صريح، انا بصراحة بحب ابن سوريا كتير وكتير بعزه، بس بدي يكون صريح بهالكلمة، جيفارا العلي قبل ابن سوريا بكتير دخل اليوتيوب. في اكتر من شخص طلع صار ينتقد يوتيوبارية، في يوتيوبارية يعني قديمة مثل بيطار، كمان شفته على تيك توك منزل انه عن واحد زنخ ما عرفت انا مين، قايل انه والله في يوتيوبار ما بعرف طالعين يوتيوبارية وما بعرف ايش. المهم حاكي كمان عن بيطار، بيطار نط قال له انه انا من 2012 كان عمرك 10 سنين انا كنت داخل باليوتيوب. عن جد يا شباب في يوتيوبارية داخلين باليوتيوب من زمان كتير، بس التيك توك اللي هو اللي صنع شوية ناس عن جد ما عندها محتوى وعملهم يوتيوبر. ولا هو تجي على الواقع اليوتيوبر الحقيقي اللي انشأ حاله من البداية، اللي تعب لوصل لهالمرحلة، مو اللي تعب من التيك توك. تيك توك برنامج اغلب الناس اللي فيها بصراحة كلها شوي صغار او الكبير فيه اصلا ما بيتابع شلون ما كان. طبعا كل الاحترام لكل الناس، انا ما بنتقد حدا عشان ما حدا يكتب الكومنتات عم تحكي عن فلان وعم تحكي عن، ما عم بحكي عن حدا، عم بحكي عن الاجمع. انا سوري مثل ما عندهم كل السوريين، فانا بعتبرهم كلهم اخواتي، وانا ما بنتقد ولا واحد فيهم، بفتخر فيهم كلياتهم، كان من سوريا او كان جيفارا او مسيف او مين ما كان يكون، انا بفتخر فيهم كلهم من اولاد بلدي. بس اللي ما بفتخر فيه هو هلا اللي عم بيصير هذا الشيء غلط، انه كلهم على القانين بعض وعم يحكوا عن بعض. هلا بتلاقي السعودي قاعد عم يطلع دول على القانين بعض، اللبناني قاعد طلع دول على القانين بعض، هي غلط. ممكن تقول مثلا ابن سوريا قاعد حكى انه والله تمثيل وما تمثيل ومسخره وكذا، هلا هذا الشيء بيرجع للشخص، نحن ما بنتدخل فيه. يعني كيوتيوبر مثلا كشخص عنده جمهور غلط نحكي على جمهور تاني، على شخص تاني عنده له جمهوره وشخصيته ومكانته. انا ضد هذا الشيء، يعني انا بصراحه يعني يوم اللي بدي احكي عن شخص ما في داعي ابرك احكي وخلص، انا ضعيفه بقلبي، انا ما تقطع شخص خلص ضعيفه بقلبي، ما في داعي ابرك واحكي ويعني اشهر بهذا الشيء. وما حلوه، ما حلوه، ما حبيتها بالاخر وبالاول. نحن كلتنا اولاد بلد، ف يعني اللي كرهته بهالموضوع بصراحة انه نحن كنا سوريين وقاعدين عم نحكي على بعض ونغلط على بعض وهذا عمل هاد وهذا حكى هذا، غلط بصراحة. ممكن تشوف هالفيديو تقول هلا انت منزل هذا الفيديو لتجيب مشاهدات، عادي خذ هذا الرأي، رأيك الشخصي، هذا رأيك الشخصي. ممكن انت مفكر انه انا عامل هالشي لهيك، لا بس انا بصراحة ما كنت ناوي انزل هذا الفيديو على قناتي ولا فكرت انزل، لو كنت بدي نزل كنت نزلت من اول الاحداث. فأنا استنيت يجي الوقت المناسب، فأجى الوقت لأني أنا شفت ما شاء الله صار على تداول أكثر من اللازم وصار الموضوع كتير كبير. فأنا اللي ضايقني مو إنه موضوع أمسيف، موضوع أمسيف إن شاء الله الله يفك أسرى، أنا بتمنى من قلبي يكون مقلب ويكون مسحة، بس أنا بشك يعني ما بظن هذا الموضوع يكون مسحة أو شيء، لأنه ما عندهم هيك عادة جيفارا ولا أمسيف ولا أنا، جماعة كتير محترمين وأنا عاشرتهم، أنا أكلت وشربت معهم، فتت بيتهم. جيفارا انا وياك كان يجي لعندي على المحل يبرك مع عندي من الصبح للمساء، كنا نطلع مع بعض ندخل مع بعض انا وجيفارا، ما شفت منه هيك خباسي بصراحه، كثير حباب جيفارا. فانا برايي كمان ابن سوريا بصراحه، ابن سوريا كمان انا بنكون محترم كثير، شخص بيحب الخير للناس وكمان شخص كثير متواضع،
حتى مرة فات على بس، يعني أحمد كان فاتح بس مباشر، فات لعنده على البث وبعض متابعينه كلهم شير وحكى كم كلمة، يعني ما عنده نوع من التكبر. كمان ابن سوريا كل الحب والاحترام له. اليوتيوب اللي الناجح فيه اللي بلش من البداية، هلا في ناس طالعة جدد من التيك توك صار يوتيوبر وعم تحكي عن اليوتيوبر القديم. أنا بحب لكم إنه وصلوا للي وصلوه هن أول ما بلشوا. يعني هلا أنا من الناس القديمين، أنا دخلت من عام 2015 16 يمكن، كان تيك توك ما في لسه، ما كان في أصلا. أنا يوم دخلت كمان تعبت عزبت لحتى وصلت لهالرقم، بس بالآخر شفت الرقم اللي وصلت عليه صار سهل عند الناس اللي بالتيك توك. أنا ما دخلت التيك توك بالأول، قلت لحالي هذا التيك توك ما مو شغلتنا، يعني انه ما مو مناسب لليوتيوبرية. وبعدين شفت ما شاء الله التيك توك هو اللي عم بيصنع الناس اللي ما عندها محتوى، اللي ما عندها شيء تقدمه. هلا بنقطة، انت شو محتواك؟ انا محتواي الكل كان بيعرفه يوم اللي بلشت، كنت اتعب بمحتواي، اعمل فيديوهات كلها هادفة وانسانية وبحكي عن المجتمع وبحكي عن الظلم. انا اكتر واحد باليوتيوب كان عندي محتوى هادف وله معنى كبير وله تأثير كتير كبير على الناس اللي كانت تشاهدني. ما كنت اعمل فيديو عن عبس او اعمل فيديو بدون سبب او اعمل فيديو ما له طعمة، بحياتي ما عملت هيك. بس يوم اللي شفت الناس طلعت من التيك توك وناس طلعت بمقالب وتحديات قصص وهيك، فانا قلت لحالي انا وين راي؟ انا الوحيد ضليت ورا الكليش لانه كنت عم اقدم شيء هادف، شيء له معنى، شيء مستفيد منه الناس. كنت عم اقدم شيء كتير فيه خير وبيحكي عن اشياء واقعيه كتير، فلهيك شفت حالي ضليت ورا. لو اني كمان مبلش مثلي مثل هالناس بالمقالب بالكذب بالتحديات الكاذبه بالقصص هاي، لكن انا هلا مثلي مثله. صح انا هلا ضليت بالاخر، بس شو السبب؟ انا فعلا كانت غلطي اني دخلت بهالمحتوى، رغم انه كان محتوى هادف وله معنى كتير كبير، بس ما كان الناس تحب هذا الشيء. الناس بتحب الشغلات اللي ما لها معنى، فهذا يعتبر محتوى. طبعا كلامي مو موجه لحدا، كلامي موجه لنفسي. انا غلطتي اني اخترت هذا المحتوى اللي قدمه وقدمته وفشلت فيه، لانه قلت لكم انه عملته وندمت عليه، ما عندي كان جمهور ثابت. لو اني بلش مثلهم لكان هلا انا عندي ملايين المشاهدات، او لو مبلش العاب، لو مبلش هيك اشياء كان عندي ملايين. بس على كل، انا هلا من جديد رح ارجع اصير مثلهم، ورح ارجع اقدم فيديوهات مقالب وتحديات، ورح اعمل شغلات حلوه ان شاء الله. بتحبوا تشوفوا المقالب اللي عم بعملها بصحه، فوتوا شوفوا بالقناه، شاهدوا الفيديوهات اللي انا منزلها. كل الحب والاحترام لكل واحد يوتيوبر او تيك توكر او شو ما كان يكون، بس احترموا بعض، احترموا مشاعر بعض. بتمنى انه ما ننتقد بعض، لا نحكي عن بعض، كل مين بحاله حر بحاله، يا اما قول كلمه لها معنى حلو وخير، يا اما بلاها، يعني بلاها الانتقادات لبعض، هذا بزت هذا ولا بزت هذا. انا هيك رايي، وكل مين حر بحاله. وجمهور اي شخص موجود عندي، ان كان هاد او هاد او هاد، كل الحب والاحترام لكم. انا ماني ضد حدا ولا مع حدا، انا سلمي وعم بحكي كسوري على اخواتي السوريين. بتمنى نكون واحد وما نكون ضد بعض. تحياتي لكم، سلام.